الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر 1000 يوم منذ أن انطلقت الثورة، هذه الثورة الأبية التي قامت على سواعد شبابها، سواعد وطنية سلاحها الورد ومبدأها السلمية، فسطرت ملاحم إنسانية وتضحيات جسام قل نظيرها في التاريخ.